ملي عمال يتشوه كان كلامي ما عجبكش يعني. يا حاج بدناش ندوش السفارة في 100 موضوع، خليهم يركزوا على الأصعب، موضوع الأولاد. طب وموضوع أروى؟ إذا السفارة المصرية عرفت تعمل إشي في موضوع الأولاد خير وبركة، أما موضوع أروى فهذا مشكلة لحاله. أنت ليه بس مسودها في وشنا كده يا أبو جهاد؟ ولا بسودها ولا ببيضها، خليكم يا جماعة عايشين على أرض الواقع، أنتوا ضيوف عنا وما بتعرفوش إشي عن حياتنا وعيشتنا هان. اللي إيديه في النار غير. أيوه صح، هو ده الكلام، ما يحس بالنار إلا اللي كبيشها. قبل ما نيجي هنا كنا كل اللي نعرفه عن غزة من نشرات الأخبار، وبعد ما شفتوا بعينكم. لا، بعد ما شفنا بعيننا الموقف اختلف. النشرات ما بتنقلش الواقع، النشرات بتنقل الأخبار بس. الواقع لازم تعيشه وتحس مراره بنفسك. بالشكل هذا صار موقفنا احنا اقوى بكتير. بتعتقد ان اروى راح تشتغل معنا؟ ممكن. وايش قصدك ان موقفنا صار اقوى؟ محاولاتنا مع اي سجين دايما فيها احتمالين، واحد لصالحنا والتاني ضدنا. وايش الفرق هالمرة؟ اي موقف بتعمله اروى بيخلينا نعرف وين خالد ابو حسين، وبيكون كله لصالحنا. لو اشتغلت معنا رح نعرف وين خالد ابو حسين، اما اذا رفضت كيف بدنا نعرف؟ شوف خالد الحين حيتجنى على مرته اللي انحبست، اول ما نطلع اروى رح يكسر خالد اجراءات امنه عشان يوصل لها او هي توصل له، وفي الحالتين لو كنا صحيين وملاحقينها صح نكون وصلنا لخالد. وبدل ما يعمل حاله بطل ويسلم نفسه في دا مرته بنعتقله وهارب كيف الكلب. فاهم؟ فاهم. الو، اهلا سعادتك. ثانيه واحده سعادتك، ثانيه واحده. سيادة السفير، سيادة السفير. في ايه رأفت؟ سعادة وزير الخارجية الإسرائيلي على التليفون يا فندم. ايه؟ يا رب يكون في أخبار كويسة، هو ده المهم. مساء الخير يا سيادة الوزير. الساعة كام؟ طبعا هاجي، وفي الميعاد بالظبط هكون عند حضرتك. مع السلامة. مع السلامة. خير يا فندم. بعد ساعة بالظبط من دلوقتي عندنا معاد مهم في الخارجية الإسرائيلية. مروان. شش. يا مروان. شش. جرى يا مروان؟ هو أنا كل ما أسألك على حاجة تقول لي هش وما تردش؟ علشان كده بقى انا وحسن اصحاب اكتر، علشان محدش فينا بيعمل كده مع التاني. ايش بدك يا ياسر؟ هم خدوا حسن على فين؟ وكيف اعرف يا ياسر وانا محبوس معك هون؟ مش انت فاهم كل حاجه؟ يا ريت، يا ريت افهم كل شيء. وبعدين هنفضل قاعدين هنا ومش عارفين هما بيعملوا ايه في حسن؟ اطمن، اطمن يا ياسر. اطمن ازاي بس؟ انت ما قلتليش اي حاجه. اطمن
لو بدهم يعملوا اشي مش منيح ما كانوش خدوا حسن، كانوا خدوني انا او حتى انت. هم دايما بيستدرجوا حسن علشان هو صغير وطيب. طمن طمن يا حسن. اخلص هون اخلص، روح من هون روح، فلسطيني كلب. تحبوا مية؟ شكرا. وزير الخارجية قال لي انه عامل لي مفاجأة. يا ترى ايه هي المفاجأة دي؟ ان شاء الله خير يا فندم. خير، بس انا متوقع منهم مفاجآت. ربنا يستر. السفير المصري يا حسن. ازيك يا حسن؟ تعال هنا يا ابني، تعال اقعد. عن اذنكم. اتفضل. باي. اقعد يا حسن اقعد. ايش سرحانة يا حبيبتي؟ اروى يا ترى هي عاملة ايه دلوقتي؟ تعرف ان انت حنينة زيها؟ اروى قبل ما كنت اتكلم تعرف انا عايزة اقول ايه، وهي اول ما كنت ابص لها ابقى عارفة هي عايزة تقول ايه برضه. حسن ابنك بنادي لها عطول يا ماما أروى. طبعا، لأنها زي أمه بالظبط، زي بالظبط. على فكرة أنا ما غلطتش لما سبته يجي معاها، أنا كنت مطمنة. لكن أعمل إيه في اللحظة؟ أعمل إيه في اللحظة؟ ايه يا حسن يا حبيبي؟ ما بتردش عليا ليه؟ انا سفير مصر. عارف يعني ايه سفير؟ انا عارف يعني ايه سفير. طب في ايه؟ مالك؟ كل مرة يجي لي حد يقول لي ان هو مصري ويطلع مش مصري. ايوه يا حسن، لكن انا مصري. انت مش واخد بالك من شكلي؟ ولا انا شكلي مش باين عليه انه مصري؟ طب ايه؟ مالك؟ خد يا حسن دي شوكولاتة. انت ايه؟ سقعان؟ دلوقتي لا. طب وقبل كده؟ اصل مفيش شمس في السجن والغط خفيف. طب خد الشوكولاتة دي بتاعتك يا حسن. دي شوكولاتة بجد؟ امال انت فاكرها ايه يا ابني؟ مش عارف، بس لو حضرتك السفير المصري بجد وريني بطاقتك. ايوه ماما عندها بطاقه، وعم مختار عنده بطاقه، وهم قالوا لي لما اكبر هيبقى عندي بطاقه، والبطاقه بيتكتب فيها الاسم ومصري ولا لا. الحقيقه يا ابو علي انا ما عنديش بطاقه، وللاسف الباسبور بتاعي مش معايا، لكن شوف دول صور اولادي، هم تقريبا كده في سنك. ده بقى يبقى ايمن، ودي نانسي، اما الشقيه دي بقى فهي نور. ايه رايك؟ صدقت ان انا مصري؟ وعلى العموم انا هخليك تصدق ان انا مصري. ايه رايك تكلم والدتك؟ ماما؟ اه هكلم ماما؟
هات هات يا ابني الموبايل، هات خلي حسن يكلم والدته على ما نشوف ازاي هنخليه يروح لها. ده السفير. خلاص بقيتش قادرة اسمع كلام ولا وعود. ايوه يا سيد السفير. حسن اسمع صوته، اسمع صوته، اسمع صوته، ربنا يخليك اسمع صوته. حسن حسن يا ابني، حسن حسن حسن. الو الو. ايوه يا ماما. ماما ماما. الو ايه ده حضرتك؟ الصوت كنت سامعه وبعدين الصوت اتقطع. الو. ايوه يا دكتوره ليلى. الو سامعاني؟ الو. ايوه يا سيد سفير، انا مع حضرتك اكلم حسن من فضلك. حسن 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 قول يا حبيبي اسمعك، انا مش هتكلم. قول وحشني موت، وحشني اشوفك، وحشني اسمع صوتك. حسن يا حسن حسن قول يا حبيبي قول. ايه ايوه يا ماما وحشتني قوي، وحشتني قوي ماما. انا عاوز اخرج من هنا يا ماما، انا عاوز اخرج من السجن يا ماما. انا ما عملتش حاجه، ما حدش فينا عمل حاجه، مفجرنا الصواريخ ولا عملنا حاجه. ماما انا عارف انت ممكن تكوني زعلانه مني عشان انا خرجت من غير ما استاذنك. ماما 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 انا مش سامعك. ماما معلش. الو محدش بيرد. لا مفيش شبكه خالص يا فندم. امال احنا اتصلنا ازاي؟ كان في شبكه اتقطعت. شبك خالص. طب اجرب نمرة تانية كده. معلش ما فيش شبكة. اكيد الاسرائيليين هم اللي قطعوا الاتصالات. حكيتي مع حسن؟ سمعتي صوته؟ كلمته وكلمني. ياه الحمد لله اللي سمعت صوته. طب ما يشوف تليفون تاني. برضك ما فيش شبكة. كنت عايز اسمعه اكتر، كان نفسي اساله بينام ازاي، بياكل ازاي. كنت عايز اساله على ياسر ومروان ما لحقتش. بسك سمعتي صوته وطمنتي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس الشبكة وقعت. معلش 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 هيتصل. يا ريت. لا هيتكلم هيتكلم. ايوه من فضلك ممكن تصورنا صورتين مع حسن عشان نبعتها لوالدته عشان هي رخ تطمئن على ابنها. هاتي دقيقة. أنا صورة جميلة ودي أجمل. تفضل. شكرا. عن إذنكم بويا. شوف يا حسن يا ابني، انا سفير مصر في اسرائيل هنا،
واللي حصل لكم دوت مسؤوليتي انا، وان شاء الله مشكلتكم دي انا في طريق لحلها، ونتقابل ان شاء الله في اقرب فرصه. سلم لي على مروان وياسر. طب حضرتك كمان ممكن تسلم لي على ماما وطنط اروى وايمان وامل وشادي وعم مختار، يا ريت حضرتك تسلم لي عليهم كلهم. ان شاء الله. مع السلامه يا حسن. سلام يا حسن. يلا يا حسن. يلا حبيبتي يلا كلي. مش قادره يا ليلى. يا حبيبتي لازم تاكلي عشان تقدري تقفي على رجليكي. يلا يا اروى كلي لك لقمه، انت ما اكلتيش اشي من ساعه ما اعتقلوكي. حتى لو جابوا لها اكل السجن عندهم يسد نفس الواحد عن الحياه كلها. هي الله محبسونا كانت اول نوبه افهم فيها يعني ايه كسره النفس، وترمينا وكان الواحد ملوش دية. كولي عندي ليكي خبر كويس قوي. هو بقى في اخبار كويسة؟ لا ربك عنده كتير. هو ايه اللي حصل؟ من شوية لقيت التليفون رن، طلع السفير. تفتكري مين اللي كان مع السفير؟ مين؟ حسن. حسن يا اروى. ازاي ده؟ هو السفير قابل الولاد ولا قابل بس حسن؟ ولا اعرف حاجه، هو لسه يدوب هيتكلم وراحت الشبكه واقعه، ما اتكلمش الا يدوب كلمتين اتنين بس، لكن ما عرفتش حاجه. جربنا نتصل فيه كمان مره وعلى الفاضي. الحمد لله، ان شاء الله يكون السفير قابلهم، ده ممكن يطمنا شويه. بس لازم نكلم السفير. بسك احنا هنفضل وراه لحد ما نكلمه. اه بان دلوق ان احنا ظلمنا السفارة صح؟ اه والله ظلمنا السفير، وهيو الله يرضى عليه مش مقصر وشاف الولاد. قولي لي حسن قال ايه بالظبط؟ ما انا ما لحقتش اكلمه. كل بقولك ايه، احنا لازم نكلم البنات في مصر، لازم نطمنهم عليكي، لازم امل وايمان وشادي يطمنوا. اهو شادي فتح لي الباب اهو. خدي يا شادي كلم طنط ارو. امل يا ماما. انا شادي. امل احنا كويسين. امل هيكون جرالنا ايه هنا يعني؟ المهم انتوا ياسر وحسن. انتي فين يا ماما؟ مش حرام عليكي كده؟ ده انا كنت هموت من القلق يا ماما، ده انا كنت خايفه عليكي قوي. انتي كويسه؟
مال صوتك يا ماما؟ مالك يا ماما؟ قولي لي، ربنا يخليكي. لا يا امل يا حبيبتي، انا عندي انفلونزا. لا مش قادره اتكلم، بس هديكي طنط ليلى هتقولك على حاجه حلوه. يلا. الو. اي امل يا حبيبي، ازيك؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه في المذاكره؟ لا يا حبيبتي ما تقلقوش، عموما انا عندي اخبار كويسه هتشجعكم على المذاكره. انتوا كمان ركزوا في مذاكرتكم قوي قوي قوي. لا يا طنط، تقليش علينا خالص. يا ماما انت في ايه ولا في ايه؟ خليكوا في اللي انتوا فيه. طيب مع الف سلامه. الله يسلمك يا ماما. احنا كنا في ايه وبقينا في ايه؟ والله يا امل انا كنت خلاص يئست، كنت بدات افكر في افكار وحشه قوي. يا ريتها على الافكار وبس يا بنتي. انا الايام اللي فاتت كل ما بنام كنت بحلم بحاجات وحشه جدا بتحصل لحسن وياسر. وانت يا عم الفيلسوف، مفيش اي حاجه بتحصل لك زينا كده؟ انا طبعا بقلق قوي على حسن وياسر، لكن انا عارف انهم مش هيعملوا حاجه وحشه معاهم، لان حسن وياسر لا بيكذبوا ولا بيعملوا حاجه غلط الا حاجات بسيطه كده، ان شاء الله ربنا يغفرها لهم. عشان كده انا مطمن. مش بقولك فيلسوف؟ طب بينا بقى نروح نتعشى عندنا. طنط انصاف عامله لنا حته عشوه من الاخر. ناكل ونتعشى بقى واحنا فرحانين كده، وبعدين نرجع نذاكر على طول. يا ريت يا امل، احسن احنا مقصرين في المذاكره قوي. يلا بقى يا ياسر نحتفل بهديه نجاحنا، عشان زمان النتيجه طلعت واكيد نجحنا. نعتبر بقى ان الشوكولاته ديت هي كل الحاجات الحلوه اللي احنا محرومين منها. خد يا سيدي حته التورتايه دي. الله. خد بقى انت حته الجاتوه بالكريمه. ها يا عيني. اتركوا السم اللي في ايدكم. دي شوكولاته مش سم. هي محطوط فيها سم. والسفير المصري هيعمل كده ليه يعني؟ وانت شو اللي عرفك ان اللي شفته هو السفير المصري؟ يعني اسمه واسم ولاده واسم ولاد بنته، دول حتى شكلنا بالظبط. ولو كان هو السفير المصري ليش ما جاب امك تطمن عليه؟ عندك حق، انا كنت قلقان من الراجل ده، اتريه طلع معاهم. خد يا عم حسن الشوكولاته بتاعتك. على فكره بقى ده فعلا السفير المصري، مش هو خلاك تكلم طنط ليلى؟ بس يبقى كده هو حد هي عارفاه. لو انت بقى مروان مالكش مزاج منها، انا وحسن عايزين ناكلها. ولا تتركها من ايدك يا مجنون انت وياه. الماده اللي فيها راح تخلينا نعترف بكل اسرارنا. بس احنا ما عندناش اسرار. يا سلام، اللي بنعرفه مش المفروض حدا غيرنا يعرفه، ومش المفروض يطلع من بيننا. انا عايز اكل شوكولاته حتى لو هقول حاجه غلط، المهم ان احنا ناكلها وبعد كده انا بنتصرف. وانا كمان. ما تخوفناش بقى يا مروان. خلاص يلا كل يا ياسر كل. ما تخافش انت يا مروان، كل برضه. لا انا خايف، ممكن يعرفوا مني اشياء كتير. بس يبقى احنا نجرب على نفسنا، احنا ما عندناش اسرار. متاكدين؟ اسرار مش مهمه وصغيره. كل يا عم. الله دي حلوه قوي. حلوه قوي. بلغ الاخ مصطفى اني بخطط لعمليه كبيره رح اطلع فيها مرتي واولادي من السجن، وهاي العمليه رح تخلي الاسرائيليين يعيدوا حساباتهم ويفكروا مرتين، فعشان هيك لازم اشوفه في اقرب وقت ممكن. امرك اخ خالد، تحب اوصل له شيء تاني؟ ابدا، توصل بالسلامه. بالاذن. اكيد السفير كان عنده اخبار كويسه. ايوه بس انا مش فاهم الشبكه ازاي قطعت. هم قطعوا التليفونات عشان ما فيش اخبار معينه توصل لهم، ما فيش حاجه صدفه. بص تأكد انهم هم اللي عملوا كده، ولا انت ايه رايك يا حاج؟ ملياش راي، انا ما خبرتش حاجه. واصل كل اللي عارفه
ان السفير خلانا نسمع صوت الولد، بعد كده ربنا يسهل. باخد وبدي معك في الكلام يعني يا حاج. انا دماغي اطرشت ما متحملش كلمه واحده، عايز انام. ماشي، حقك علي يا حاج، حقك علي يا سيدي. لا حق ولا باطل. انا كده اما انام ما نحبش حد يصحيني، وعلى قد ما جسمي يبقى تعبان لو حد صحاني ما نامش بعد كده واصل. عشان كده عايزك تريح، تريح دماغنا ودماغك وتبطل كلام. عايز انام هبابة هبابة. تصبح على خير يا حاج. انت من اهلك. أول مرة هننام وإحنا حاسين إن في شوية أمل. سرحانة في إيه يا أرو؟ مشاكل. ما إحنا بقالنا في المشاكل دي كتير، نريح شوية عشان نقدر نواصل. هنروح منها فين؟ أهو نحاول. مالك؟ في حاجة؟ عندي مصيبة يا ليلى، مصيبة مش مخلياني عارفة أفكر. في إيه يا أروى؟ أنت عارفة خرجوني من السجن مقابل إيه؟ إيه؟ الخيانة. أعوذ بالله. خيانة؟ خيانة مين؟ رايح فين؟ خارج، هاجج، طفشان. دلوقت؟ عامل ايه؟ طيرت النوم من عيني. والله انا كمان ما جاليش نوم. ليه؟ طب انا عندي اسبابي، لكن انت ليه؟ بالاذن. استنى استنى استنى. استنى ايه؟ استنى ايه؟ انا جاي معاك. تيجي ليه؟ يا ابوي انت من اول الليل نمت في فرشتك ما اتقلبتش، لكن انا خارج اشم هوا وعاود وبرب انام. رجل على رجل. ليه؟ خايف انتوه الحاجه؟ يا حاج كل واحد دلوقتي بقى حته من التاني، وحته مهمه كمان. وده غلط. يا ابوي انا صعيدي، انت صعيدي، تبقى حته مني كيف يعني؟ مالك يا حاج في ايه؟ انت مالك قارش ملحتي اليومين دول ليه بس؟ يا سيدي لا قارش ولا حاجه. ارحمني. انت بتتكلم تتكلم تتكلم، نروح منك فين؟ انت ما كنتش زي الاول ابدا معايا يا حاج، في حاجه اتغيرت. شوف الرحله دي طولت بينا، كنا في الاول ضيوف على بعض، دلوقتي بقينا حمل على بعض. شفت؟ شفت يا حاج بقى ان في حاجه؟ لا مفيش حاجه. كل ده مفيش حاجه؟ مفيش، فيش غير المصيبه اللي مطينه بطين اللي محوطاني. حازم نام نام، خليني النوم. طب ايه بقى رايك ان انت لا هتعرف تخرج معايا ولا لوحدك كمان؟ ما اعرفش اخرج لوحدي ليه؟ اهل البيت نايمين، اي حد هيفتح الباب ده هيقلقوا ويعملوا مشكله، وانت بالذات هيعملوا معاك مشكله. حازم انا هنط من الشباك واخلص من روحي. اسمع اسمع اسمع، الدوريه هتمسكك وسين وجيم، وبرضه هم هيخرجوا وهيجيبوك. وبعدين في المصيبه المطينه بطين دي انت جيت لي منين؟ ماشي ادي قاعده ابوي كانه ندري وبنوفيه. احكي اتكلم. صباح الخير يا حاج. يا رب يا رب ينام ما يصحى يا رب. ايه رايك؟ ما اعرفش. امال اعمل ايه؟
إذا قلتلك ما تبلغيش ابنك مش هيطلع، إذا قلتلك بلغي ابنك هيطلع. مش عارفة دول حطوني في ركن ضيق. وأي ضيق أمال أنا هتجنن ليه؟ لا تعملي كده ولا تعملي كده. المشكلة يا ليلى أني ابتديت أفكر أن المعتقلين الفلسطينيين كتير، لو هم قبضوا على خالد جايز يطلعوا ضمن أي عملية تسوية، إنما الولاد مالهمش غير شوية الحاجات اللي إحنا بنعملها. خالد زي أي راجل في غزة مشروع شهيد، والمشكلة إن جوزك هتسلمي جوزك لأعدائه؟ مش قلتلك خيانة؟ أنتِ ما خنتيش. بس يا ليلى أنا فكرت. البوكس اللي فيها رصاص اللي طلبته. الأخ مصطفى بلغ انهم افرجوا عن مياسر. بدك تجيب لي ام ياسر هون باي طريقه؟ الاخ مصطفى بلغ انها متراقبه، بفضل انك تضل بعيد لحد ما تهدى الامور شوي. خبر طلوع ام ياسر في وراه مصيبه كبيره، لازم اشوفها اعرف ايش اللي صار. مش مطمن للموضوع. هما اكيد طلعوها عشان تكون طعمي صدوق من خلاله. انساها هاليومين. ايش انساها يعني؟ بدكم ياني ابيع مرضي وابني؟ احنا قاعدين بنأمنك ونأمن جماعتك. وجود ام ياسر هناك في خطر كتير كبير عليها وعلينا، بدنا نخطف منهم. ام ياسر لازم تيجي هون، وانا عندي الطريقه. راح ابلغ الاخ مصطفى، هرد عليك في أقرب وقت ممكن. بالإذن. لحظة واحدة. أوكي. دكتورة في حدا بده ياكي.
طب لحظة واحدة معايا كده يا سيد سفير. انت من السفارة المصرية؟ ايوه دكتورة. ايوه يا فندم، هو قدامي فعلا اهو. ايوه معاه ظرف. اخد الظرف؟ طيب حاضر، مع السلامة. شكرا. في ايه؟ السفير بيقول انه قابل حسن بس هم هناك طمنوه عليهم، وحسن كمان طمنوا عليهم. هو بعت لي ظرف. طب افتحي. والله قلقانه. عزه ادخلي حضري الفطور. انا هفتح ومهما كان اللي فيه هستحمله. يا حسن يا حبيب أمه، يا نور عيني. أنا شوفي كأني شايفة ياسر، ياسر قدامي هنا في الصورة. الحمد لله، الحمد لله انك طمنتني عليه يا رب. صحيح خاسس وعدمان، لكن الحمد لله انه لسه عايش. خدي بعدها بتنزلوا وبتمشوا في المنطقة الشجرية هاي لحد ما تشوف في سيارة جيب واقفة وارقامها ممسوحة، بتطلع عروة وبتضل رايح. محتاجين نتفق على كلمة سر عشان كل واحد يعرف انه ماشي صح. امل، كلمة السر امل، أنا راح أبلغها جماعتنا وأنت بلغ الأخ مصطفى. بس أهم إشي في كل اللي منقوله الهدوء والدقة في التنفيذ. تخافش يا خالد، مظبوط إحنا ما اشتغلناش مع بعض قبل هيك، بس وراك رجال. الله يحيي أصلك. الله يحميك ويحفظك بالإذن. شو فيها الاكياس هاي؟ رسائل للسيد رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي. ما تقوليش ان هاي رسائل جديده عشان موضوع الاولاد. بالضبط. طب حطوها هون. هيك بيكون وصلنا 10,000 رساله. في منهم 500 رساله من جوا اسرائيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ زمان ما شفناك. نورت. الله ينور طريقك يا ولدي. امل بنت اختك؟ طب تعال ندخل جوا الدار عشان تسلم على امك، تسال عليك كثير. طب خذني لها يا ولدي. تفضل. خير؟ في لا ما فيش اشي. تمسح ارقام السياره، بعدها بيجيك شيخ بدوي بحكي لك كلمه امل، وراح يكون معاه ضيف. تاخذ الضيف وبتوصله للنقطه الثانيه وما بتحكي معاه ولا كلمه. تمام. وبعد ما اوصل للنقطه اللي بعدها راح تكون تستناني ست جنب الدور العطريق ومعها رايه بيضه. لما اشوفها وتحكي لي كلمه امل بنزل لها الضيف اللي معي. صح.
الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الحمد لله على سلامتك يا حازم. الله يسلمك يا ابو حميد. فاجئت صحيح والله لما قلت لي انك هون في غزه. انت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله ماشي الحال. اخبار شغلك ايه؟ كله عال الحمد لله. لسه في الاذاعه؟ نعم يا اخي في الاذاعه والله ما عاد ينفع نغير شغلنا. طب وظيفتك ايه بقى دلوقتي في الاذاعه؟ انا مدير البرامج السياسيه في اذاعه فلسطين. الله 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 الله. سمعت عن موضوع الولاد؟ تابعتهم وما كنت اعتقد ان يكون لك صله بالاولاد هذول. والله انا من ساعه ما جيت هنا انا والدكتوره والامور عملت تتعقد زياده وزياده. سمعت والله. السفير المصري قابل حسن، سمعت؟ حسن هذا الولد المصري، صح؟ صح. اسمع يا ابو حميد، اللي انا هقوله انت هتفهمه كويس، صفتك راجل اعلامي. ايه اللي نقدر نعمله يعمل هزه في الراي العام، ينشط الراي العام؟ راح اقول لك. حسب كلام مرسال خالد، باقي حوالي ساعتين على وصول السيارة والشخص اللي بدها تروح معاه. ابو جاد، انا جهزت المطلوب. هو خالد عايزك ضروري قوي كده ليه؟